السلام عليكم ومرحبا بكم ديما في القناة مع الشيف دحمان للطبخ. ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وبصحة جيدة كما عودناكم دايما مع الوصفات. لا فيديو تاع اليوم جبت لكم وصفة تاع كراتة غير بالخضرة اللي تكون متوفرة في الدار. الوصفة راح تكون بنينة بالبزاف بطريقة بسيطة واقتصادية 100%. الكراتة هذا راح يكون بنين بالبزاف. تابعوا معنا لا فيديو من الاول للاخر وراح تكون فرجة ممتعة باذن الله. قبل ما نبداو ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. هكذا مباشرة راح نعرفكم على مقادير الوصفة وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. هنا بالنسبة للمقادير اللي حنستعملوها في الوصفة تاعنا، أول حاجة نحتاجو البطاطا. كما راكو تشوفوا أنا هنا استعملت البطاطا صغيرة كامل، استعملت حوالي 6 حبات. أنتم إذا كانت البطاطا الكبيرة تاعكم تقدروا تستعملوا 2 حتى 3 حبة بصل تكون متوسطة انقطعوها أشي، 2 حبات طوماطيش يكونوا صغار ولا حبة كبيرة انقطعوها مربعات كما راكو تشوفوا. هنا عندي 2 حبات تاع القرعة، 2 حبات تاع زرودية سكرفجتهم بسكرفاج رقيق. نحتاجو 2 حبات تاع فلفل حلو. هنا وش عندنا؟ 2 حبات تاع البيض، ملعقة طماطم مصبرة، 3 فصوص تاع الثوم. في التوابل عندنا فلفل كحل، فلفل عكري، وهنا بطبيعة الحال نحتاجو تاع الملح. هنا عندي كمية تاع كريم فراش كانت تبقات لي، أنا قلت نستعملها نديرها لافينيسيو مع البيض تاعنا باش الكراتي يزيد يجي بنين. أنتوما إلا كانت عندكم استعملوها، ولا ما كانتش عندكم استغناو عليها. بالنسبة لهاد الوصفة ما راح نديرو لا بيشاميل لا فروماج رابي، حبيت ندير لكم وصفة بنينة واقتصادية. هنا بعد ما عرفتكم كامل على المقادير نجوزو مباشرة إلى طريقة أول حاجة البطاطا تاعي نديها نقليها. انا في الوصفه تاع اليوم راح نقليها. دوك انتم تحبوا تقليها تحبوا تفوروها لكم الاختيار. هنا ندير البطاطا تاعي تتقلى ونجوزو ديريكتومون للمرميطه باش نبداو نطيبوا الوصفه. حاجه مباشره نجوز المرميطه تاعنا، نشعلوا عليها النار، نحطوا 4 ملاعق تاع الزيت ونخلو الزيت تاعنا تسخن مليح باش كي نرموا البصل تاعنا نسمعوا الحس. كيما راكم تشوفوا هنا البصل تاعنا راهو يتحمص، نزيدو ندخلو الثوم ونجيب الزروديه والقرعه تاعنا ونخليهم يتحمسوا كامل. هنا واش راح ندير؟ راح نخليهم يتقلاو مليح ويطيبوا، ومره على مره نحركوهم حتى ياخذوا لنا طياب حوالي 10 دقائق حتى لربع ساعه ونعاود نولي لكم. بعد ما خليت الخضره تاعي الزروديه القرعه والبصل يتقلاو مليح، وضروري انكم تخليهم يتقلاو مليح حتى يدخل لهم الطياب بطريقه جيده ورائعه. كيما راكم تشوفوا الريحه راهي تطلع، الله الله ما شاء الله. كيما على بالكم القرعه حلوه والزروديه حلوه، فيهم بنه رائعه مع هذاك البصل. هنا اول حاجه نجيبوا فلفل حلو، انا توجور نستعمل فلفل حلو احمر باسكو فيه حلاوه نحسه خير من الاخضر. اول حاجه نحطوا الفلفل الحلو تاعنا، نزيدوا نضيف عليها الطماطم ونزيدوا نخلوهم يتقلاو شويه. هنا بعد ما نشوفوا الخضره تاعنا كامل تقلات نزيدو نجيبو الطماطم المصبره، نجيب الملح ديالي والتوابل قلت لكم راح نحتاجو فلفل كحل وفلفل عكري. هنا واش راح ندير؟ راح نخلط كامل المكونات ونخلوهم يطيبوا غير بعقلهم. هنا الخضره تاعي راهي طيب غير بعقلها والريحه راهي الله الله ما شاء الله، والخضره تاعنا بدا يدخل لها طياب. اول حاجه لازم ديروها انكم كي تحطوا المرميطه وتحطوا الزيت تخلوه يسخن مليح. بالنسبه للبصل القرعه والزروديه هما ديما الرجل الاولاني، تخلوهم يطيبوا وحدهم حتى تشوفهم تخلهم الطياب مليح، باش تزيدوا ترموا الفلفل الحلو والطماطيش اللي راح يطيبوا ساهل ماهل مع هذوك التوابل والبنه ما نحكي لكمش. هنا واش راح ندير؟ راح نزيد نخليها تتجمر شويه كما راكم تشوفوا. هاي ديك الخضره تاعنا الله الله ما شاء الله على شكل تكتوكه. هذه هي الوصفه راح تكون بنينه بالبزاف، وحنا راح نديروها في طبق كراتا ونزيدو نشبحوها وراح تشوفوا معنا في النهايه ان شاء الله. الخضره تاعي راهي واجده وطفيت عليها. واش راح نديروا؟ البطاطا تاعي راهي تتقلى، نزيد نحيها نقطرها مليح ونجوزو الى طريقه التحضير ان شاء الله. كو تشوفوا هنا بعد ما طابت الخضره تاعي نتوما راح تجيبوا البلاطو اللي تدخلوه للفرن. انا حنستعمل هذا الدائري تاع الزجاج، بسطت كامل الخضره تاعي. كيما راكو تشوفوا هنا البطاطا اللي قطعتها دوائر راهي طيبه الله الله ما شاء الله، وخلوها توجور تقطر من هذاك الزيت. بالنسبه للناس اللي ما يحبوش الزيوتيه والناس اللي ما حبش تقليها تقدر تفورها وتحطها عادي. هنا واش راح نديروا؟ راح نبداو نستفو في البطاطا تاعنا.
هاوليك الطبق تاعنا راهو واجد بعد ما استفتلو البطاطا تاعنا صاير داير والطبق تاعنا بدا يبان وجهو. هنا اول حاجه ما تنساوش روحوا شعلوا الفرن تاعكم وخلوه يسخن مليح، نجو نديروا له مباشره لا فينيسيون. كيف كيف لا فينيسيون؟ راح نحتاجو 4 حبات تاع البيض. انا حبيت ندير لكم هذا الكراتا خفيف ظريف، ما نستعملوه لا فروماج لا شيدر لا غريير، باش يكون خفيف ظريف وتقدروا كامل ديروه في الدار بطريقه جيده ورائعه. هذوك 4 حبات تاع البيض راح نتبلهم، واش راح ندير لهم؟ معلقه صغيره تاع الثوم اون بود، عندي هنا شويه تاع الكيري حبيت النكه هذاك البيض، شويه تاع فلفل كحل وشويه تاع الملح. هادو هما بالنسبه للكريم فراش اللي كانت متواجده في الفريجيدار يزيدها راح تعطي له بنه، واللي ما كانتش متواجده معليش يستغنى عليها. هنا راح نضيف لكريم فراش تاعي، ما عليكم غير تجيبوا الفرشيطه وتبداو تضربوا بطريقه جيده. هنا الخليط تاعنا راهو جد، مباشره نجو نفرغوه كامل على الصينيه تاعنا غير بالعقل ونحاولوا نوزعوه كامل على الطبق تاعنا. بالنسبه للبيض تاعنا بعد ما نكهتو انا دوكا نتوما تلعبوا الدور تاعكم، اللي ما يحبش الكيري يحب يدير شويه كمون، اللي يحب يدير غير فلفل الكحل، هنا نتوما اللي راح ديروا المذاق اللي راكو حابينه. هنا مباشره نبداو نفرغوه في البيض تاعنا غير بالعقل. اذا هاوليك الطبق تاعنا بعد ما وزعت له كامل البيض، بعد ما ديرو حاولوا رفدوه هكذايا وزيدوا مشوا البيض تاعكم كامل باش الكراتا تاعنا يجي كامل متساوي. هنا واش راح ندير؟ راح ندخلو للفرن نخليه يحمر ونعاود نوريه لكم في طريقه التقديم. راكم تشوفوا خوتي خياتي العزاز، هاوليك الكراتا تاعنا بعد ما دخلته وتحمر الله الله ما شاء الله، والطبق تاعنا راهو واجد بطريقه جد رائعه. صدقوني ان الوصفه هذه بنينه بزاف كيما راكم تشوفوا المنظر شحال شباب. هنا واش رايكم لو كان نزيدو نستيكيوه غير شويه والمنظر راح يزيد يجيكون الشباب فوق الشباب. تبعونا. هنا واش عندي؟ 4 قطع تاع فروما سلايس، شويه تاع معدنوس، شويه تاع مايز، شويه زيتون، وحبه قارص كنت برشتها بهذه الطريقه. هنا اول حاجه نحطوا الحبيبه تاع القارص، نزيدو نفتحوا الفرماش تاعنا هكذا بعد ما يكون كاري توجور هبطوا هذه لهنا وبداو تدوروا فيه بهذه الطريقه تماما. هنا واش راح نديرو؟ نحطوها هنا، نزيد نكمل هذوما الثلاثه، نديرو وحده هكذا وحده هكذا وحده هكذا ونعاود نولي ليكم. اذا كما راكم تشوفوا خوتي خياتي العزاز، هاوليك الطبق تاعي بعد ما كملت له الفرماج القارص شويه الزيتون شويه مايس شويه معدنوس. هذا التزيين راح يكون اختياري نتوما، عندما راح يكون عندكم ضياف تقدروا تزينوا هذا وتحطوا الطبق تاعكم في وسط الطابله راح يبهي الحاله بمنظر بزاف شباب. هذه هي الوصفه تاع اليوم خفيفه وظريفه، ان شاء الله تكون عجبتكم. كيما شفتوا ما استعملنا لا فيون داشي لا لحم لا بيشاميل لا شيدار لا غريير باش الوصفه تكون خفيفه، وعلى بالي كامل باذن الله تقدروا ديروها في الدار. ان شاء الله كاش اخت من الاخوات تجرب هذه الوصفه بالطريقه اللي عطيتها لها خطوه بخطوه وبربي ان شاء الله تنجح فيها. هنا مباشره نجي نقطع لكم مرسو كما راكم تشوفوا. هاوليك الطبق تاعنا عندما تخلو هذيك التكتوكه وهذيك الخضره تاعكم طيب مليح راح تنشف كامل هذيك الماء، الطبق تاعكم راح يجي ناشف وبنين بالبزاف. ها تقسموه كيما تحبوا نتوما، صدقوني ان الوصفه هذه بنينه بالبزاف. ان شاء الله تكون عجبتكم الطريقه وتكون عجبتكم الوصفه. هنا ما بقى لي نقول لكم غير بقاو على خير وتهلاو في روحتكم. الى اللقاء مع وصفات جديده، سلام.